ازدادت أهمية هذا السوق على مر السنين، لأنه أصبحت تباع فيه قرطاسية، والقرطاسية تعتبر هي جمع الذاكرة الجمعية الاجتماعية والفنية والدراسية للنشء العراقي، يعني الطفل العراقي عندما يبدأ بالمدرسة يبدأ من انطلاقا من رائحة القرطاسية والتصاق بالقرطاسية والكتابة والتعبير والبداية، بداية التكوين، تكوينه كإنسان يعني. فالتسقط هذه أصبح سوق للسياحة والمعرفة، يعني العائلة تأتي لتبضع من المواد القرطاسية للدراسة، وكذلك لغرض الاطلاع على الفنون والثقافة والمحلات الخط العربي، مكان دائم ومكان تتوفر فيه مواد الرسم ومواد الخط العربي. فالرسام والخطاط يأتي لهذا السوق يتبضع، وأصبحت تجمعات، التجمعات تتحاور وتتلاقح في مواهبها وفي أفكارها وفي التقنيات الطارئة على صعيد الفن وعلى صعيد تاريخ الفن وعلى صعيد التاريخ السياسي.